قعدة لطيفة، لقاء حلو، مواجهة حلوة برضو، في حاجة عندكم حلوة هتحصل لكم الفترة دي بينكم وبين الشريك، فخلاص الأمور بدأت تتظبط عندكم أو هتبدأوا تظبطوها بنفسكم. انتوا الفترة دي ما بتسمعوش كلام حد، الفترة دي بتتعاملوا أو بتتصرفوا بمعنى أصح من دماغكم، مفيش حد مأثر عليكم ولا حد بتحاولوا يعني خلاص قررتوا ان انتوا تتعاملوا لوحدكم وما خلاص، وحان وقت ان انتوا تحصدوا من اللي انتوا زرعتوه في حياتكم، حان وقت ان انتوا تشتغلوا. في كمان اخ او اخت او عندكم حد من دمك ولحمك، الحد ده اقدر اقول ان هو ماشي في طريق طبعا مش لطيف، وانتوا بتحاولوا تتكلموا معاه او بتحاولوا ان انتوا تقولوا له الطريق ده غلط، الطريق ده ما ينفعش ان انتوا تمشوا فيه، بس محدش بيسمع كلامكم. دايما باصص للسما، باصص ان انت توصل، وباذن الله هتوصل. طيب بلاش تقعد لوحدك، وبلاش تقعد تفكر في اللي خذلك واللي صدمك واللي كسرك، وتيجي على نفسك وتفضل دموعك على خدك. انت بتقول الحمد لله على كل حاجة، فخلاص طول ما بتقول الحمد لله ما تستناش حاجة من حد. دايما ممتاز جدا ان انت تسحب الطاقات السلبية من الناس، ممتاز جدا ان انت تسمع لشخص بيحكي لك على مشكلة وبتتأثر قوي بالمشكلة اللي هو بيحكيها لك حتى لو انت مالكش ذنب فيها، بس بيرمي شاطر جدا ان هو يرمي همومه عليك. عندك كمان حد من أبراج مائية، لحد من الأبراج المائية دي بينك وما بينه فشل أو مش عارفين يعني حاسين بالتدمير كده. في كمان تقلب المزاج عندكم، متقلبين المزاج بسرعة، يعني ما بتحبوش الروتين، انتوا من عادتكم ما بتحبوش الروتين، بتحبوا ان انتوا تتعاملوا بسرعة كده يعني المواضيع تخلصوا منها، بس حالتك النفسية بتقول عليها زفت، حالتك النفسية تعبانة رغم ان عندك تبشرات حلوة، بس برضو حالتك النفسية مأثرة على حياتك بالكامل، لا اما شغل عندك لسه ما جالكش الله اعلم، وفي زعل جوه قلبك. عارف الزعل اللي جوه قلبك ده وعامل لك كارثة كبيرة هو بسبب ايه؟ بسبب ان انت بتتعشم زيادة في ناس، بسبب ان انت بتيجي على نفسك من اجل ناس، بتبقى فاكر ان انت عندهم نمبر ون، بتبقى فاكر ان انت مفيش بعدك تاني، واقل حاجة صغيرة بتبين لك قد ايه ان انت عند الناس دي ولا حاجة، يعني حياتك بتزعل. في كمان هنا كان علاقة على السوشيال ميديا وحصل بلوكات، حصل بلوك بينك وما بينه، هيرجع لك هيرجع لك ما تقلقش، في رجوع عندك لحد بينك وما بينه كانت فترة بلوك او بينك وما بينه فترة متعبة، الفترة الصعبة اللي انت بتقول عليها خلاص انا مش قادر اتكلم مش قادر اتنفس، انت ما تعرفش ان الفترة دي ممكن تكون بداية جديدة ليك، ممكن يكون حياة جديدة ليك، في ناس كتير جدا حواليك، الناس دي ممكن تكون بتحاول تطبطب عليك بس انت مش حاسسهم او مش شايفهم بمعنى اصح، ولا حاسس بحد ولا شايف حد من اللي حواليك، انت دايما بتسعى ان انت تحسن نفسك بنفسك، فخلاص فاهدى بقى وهدي اعصابك خالص. عندك حد من برج القوس، يعني عندكم حد من برج القوس بينكم وما بينه تنازلات، بينكم وما بينه مشاكل، خلاص انت قررت ان انت تنفصل عنه، انت خدت فترة اتنازلت عن حقك فيها وسكت، ممكن تكون سمعت كلام زعلك وسكت، عملت حاجات مختلفة بصراحة وزعلت قوي ان انت عملت كده، فلازم تبص لنفسك شوية وتبعد عن الضغوط النفسية اللي انت بتمر بيها. انت مشكلتك ان انت لما بتقفل من حد مفيش حاجة اسمها ارجع له تاني، مفيش حاجة اسمها افكر فيه، بتقفل خلاص انت قفلت، فعشان كده الفترة دي انه مفيش حد حواليك بتعيش اسوأ فترة في حياتك، ولا حد حاسس بيك ولا حد بيكلمك، حتى تليفونك صامت او ما بتمسكوش اصلا او ما بقتش تهتم بيه زي الاول. ليه؟ ان انت خلاص بتقول انا مش عايز حاجة منكم، ابعدوا عني، انتوا ظلمتوني وانا كنت كويس معاكم، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتزعلك على نفسك. في حد مستلف منك فلوس ومش راضي يردها لك،
حد كده واخد منك حاجة، وكل ما تتصل بيه ما بيعبركش ولا راضي يرد عليك ولا راضي اصلا يكلمك، وانت طبعا ما بتحبش كده. انت بتحب جدا تكون على موعد، يعني انت هتستلف مني او انا هستلف منك عندك تحت، بتحب المواعيد المظبوطة قوي. من شخصيتك ومن جمال حياتك ان انت بتحب المواعيد المظبوطة، ففي مهما تتصل او بتحاول تكلم الشخص ده مش معبرك ولا عايز يتكلمك. اقل كلمة دموعك بتنزل، اقل كلمة دموعك بتنزل. في هنا كمان يعني دموعك نازلة على طول من غير اي سبب، يعني ممكن يكون من تجارب في حياتك او من شيل الهم او حاسس انه مفيش حد، في حاجات يعني انت برضو شايل منها ولسه ما زالت موجودة في حياتك، انت بتحاول خلاص تنسى وتعدي وتعيش وكده، بس في حاجات مأثرة عليك او الفترة دي. بسم الله كمان ما شاء الله عليك، خلاص انت قررت الفترة دي تعمل حاجات مختلفة، فان شاء الله عندك تحسين كبير عندك وحلول في مشاكل، او في حد بعيد عنك هيبعت لك فلوس، في مشكلة هتحاول تصلحها فهتلاقي فترة ايجابية عندك، في حاجات جديدة هتحاول تعملها فهتلاقي دعم نفسي، اشياء انت شغال عليها. بس دايما اقول لك ما تتسرعش في اي حاجة، بلاش التسرع، اوعى تتسرع في اي حاجة. ليه؟ علشان التسرع دايما بيجيبك ورا وبتندم، ما تزعلش، فبلاش تتسرع وبلاش تبين دايما اجمل ما عندك. باب هيتفتح قدامك، الباب ده بقاله سنين مغلق، بقاله سنين مغلق، الله اعلم هو الباب ايه، بس الباب ده هيكون فيه فترة من الراحة او فترة من المفاجآت او فترة من الدعم اللي انت محتاجه، وهتحل المشكلة. بعض منكم ممكن يكون شغال في عقارات، البعض منكم يكون شغال في حاجة في ورق، حاجة تخص ورق كتير، فان شاء الله بإذن الله هيكون في زيادة في دخلك، زيادة في حياتك بشكل مختلف، زيادة في ليك انت جسديا، في حاجات انت هتحاول تحللها بنفسك. الفترة دي هتعتبر هي فترة مميزة لتوضيح علاقاتك مع الشريك، توضيح علاقاتك مع نفسك، توضيح علاقاتك في حياتك العامة، دي هتكون فترة مليئة. في كمان هنا شخص مناسب هتلاقيه زيك وهتلاقيه شبهك، هتثق فيه بسرعة وهيقف جنبك فعلا وهيدعمك، وهتعزز من إمكانياتك بنفسك وهتعزز من نفسك بشكل كبير وبشكل مختلف. انت الفترة دي اصلا ناوي، فلازم طول ما انت ناوي تتصرف بعقل اكتر، وبلاش تخلي حد يهينك بكلمة، انت ما بتسمحش لحد اصلا يتكلم معاك بطريقة تضايقك، بس بلاش ان انت يعني ايه تسمح اصلا لحد ان هو يتكلم معاك باسلوب يضايقك او ما يليقش بيك، مفيش حد احسن منك. وارجع واقول لك تاني، المشروع اللي عندك هينجح، ومن بعد نجاحه ربنا هيفضي لك حاجتك باذن الله، وهتكون مبسوط قوي. فالفترة اللي جاية هيكون في بشرة حلوة، البشرة دي هتخليك تبعد عن اي حد وهتخليك توصل لهدفك وهتشتري. انت طموحاتك عالية قوي، بس اكتب عن الحاجة اللي بتحصل لك شوية، يعني لو انت عندك مشروع بينجح اكتب، عايز تتفوق عن الاخرين اكتب، عايز تعمل حاجة جديدة اكتب. اي بص، عيش بمبدأ الكتمان والصمت، وعن تجربة لو عشت بمبدأ الكتمان والصمت فترة قليلة وهتشوف التغيير الجذري اللي حياتك. فانت الفترة دي جايب ورقة وقلم وكاتب كل الحاجة اللي انت عايز تحققها، مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. احلم، طول ما انت بتحلم طول ما هيكون عندك عزيمة وقوة، وما تسلفش حد فلوس تاني، اللي يزعل منك يزعل، محدش يستاهل، محدش يستاهل. اقدر اقول لك كمان ان انت الفترة اللي جاية دي هتكون فرحان قوي بنجاح حد من عيلتك، في حد هينجح، في حد هيكون مبسوط في حياته، حد كده هياخد قرار، او حد كده انت بتحبه هينجح الفترة اللي جاية دي، هيعيش فترة حلوة. وان شاء الله بإذن الله كمان هتلاقي لم كده الفترة دي، كمان كده هتقعد قعدة حلوة زي ما قلت لك مع عيلة او مع ناس، وفي هدية، في تبادل هديات، او انت هتقدم لحد هدية. في حظ حلو عندكم الفترة دي، حظكم حلو، بتشتغلوا
زي ما قلت لكم مازال معنوياتكم عايزين ترفعوها بأي طريقة، أو مازال في حد عندكم هيرفع معنوياتكم بنفسه، هيقف معاكم وهتحسوا بالتجديد. انتوا فعلا الفترة دي مستنيين أي تجديد، بس لو انتوا طلعتوا من اللي انتوا فيه ده لازم تغيروا، لازم تستقروا، يعني ما يبقاش دايما اللي على قلبكم وعلى لسانكم. معروف عنكم ان انتوا بتكتموا، بس الفترة دي انتوا مش كاتمين حاجة، فده بيدل ان انتوا برضو من الناس المركزة معاكم. بقالك فترة عايز تحقق حلمك، بقالك فترة في حاجات متصعبة عليك، يعني كل ما بيك خلاص. فانت لو كتمت شوية وما حكيتش عن اي حاجة تخصك هتلاقي الفترة اللي جاية سليمة. في كمان الفترة دي اقدر اقولك انه في فلوس عندك، ما هي انت عندك 3 حاجات، لاما في فلوس جاية لك، لاما انت منتظر فلوس، لاما انت مسلف فلوس او عايز تستلف فلوس. انت هتطلع البرج، يعني اما انت هتزور البرج او هتطلع البرج او هيكون عندك ازدهار بنفسك الله اعلم، بس انت هتطلع البرج وهتكون مبسوط جدا جدا، وهتحس خلاص انت عندك برضو غشامة على وشك. الغشامة اللي على وشك دي مخلياك مش شايف قدامك. مستقبلك بإذن الله، بإذن الله لا يعلم الغيب إلا الله، هيكون جميل جدا، هتكون عندك ازدهار. بس الفترة دي ما تزعلش مني أقولك إن أنت مصدع شوية أو بتفكر وضاغط على نفسك في تفكير قوي، وانا قلت لك بلاش التفكير الزايد اللي عندك ده علشان خاطر محدش نفسيته بتتعب غيرك انت. وبلاش دايما اقول لك ان انت تاخد كل حاجة على اعصابك. هتفضل لحد امتى اخد كل حاجة على اعصابك؟ انت مكبر ناس ما تستاهلش، وده اللي عامل لك وجع دماغ وحيرة اليومين دول من الضغوط بس النفسية اللي عليك. عندك هنا كمان حاجة انت مستني تسمعها، حاجة تخص حد مستني تسمعها، او عندك امور مستني بأي طريقة الامور دي يعني يكون فيها خير. في كمان حاجة هتنجح فيها اول الفترة دي، ده اما نجاح في دراسة، لاما نجاح في مشروع. في امور بتقعد في بيتك او قاعد في مع نفسك وبتحاول ترتبها الفترة دي. كمان انت مهووس قوي بحب حد، او انت بتحب حد زيادة عن اللزوم في حياتك. كمان الفترة دي انت قررت وخلاص خدت القرار ان انت هتبدأ صفحة جديدة، صح؟ هتبدأ صفحة جديدة في حياتك، لاما هتبدأها مع نفسك، لاما هتبدأها مع ناس حواليك الله اعلم، بس انت حرفيا هتبدأ صفحة جديدة وصفحة هتكون حلوة. في حد عندك بيعاملك كده بتجاهل، يعني بيعاملك كده وهو اصلا حاطط مناخيره في السماء. الحد ده موجود عندك بيعاملك كده بغرور بتكبر، دايما حاسس ان انت اقل منه، او دايما هو حاسس ان هو احسن منك على ايه مش عارف، يعني انت على ايه فعلا مش عارف. بس برضو انت مش فارق معاك اي حاجة ولا اي حاجة شغلة بالك. ليه بتقول خلاص الفترة اللي جاية دي هترتاحوا؟ هترتاحوا في ايه؟ انه انتوا هتبعدوا عن اقرب الناس ليكم، هتبعدوا خالص، هتقولوا خلاص انا اقرب الناس ليا هم اللي جايبين لي الم وجايبين لي تعب نفسي وجسدي، فانا مش عايزة خلاص. يؤسفني برضو ان اقول لكم ان انتوا ثقتكم بنفسكم اتهزت شوية، بس يعني خلاص بدأتوا تعالجوا الامر، بدأتوا تعيشوا او حاولتوا بقدر المستطاع تعيشوا في سلامة. في لقاء حلو، اللقاء ده اقدر اقول لك ان انت هتتعرف على حد شجاع، حد كده مجرد ما تشوفه الفترة اللي جاية هيدخل قلبك على طول من غير اي سبب ولا من غير اي تفكير. هتحس كده ان هو ده الشخص اللي انت بتدور اللي انت بتدوري عليه او اللي انتوا عايزينه، هتحسوا كده بحاجة جديدة، حاجة كده تغمر قلبكم بمعنى اصح. فطاقة القلق وطاقة الحيرة اللي عندكم دي دايما تطلعوا منها. بصوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، ازدهار بثقة بالنفس، برضو راحة من بعد التعب. رقم 7 ده بيمثل لكم حاجة او ذكرى في حياتكم، انتوا اللي هتقدروا تقولوا، بيمثل لكم حاجة حلوة. ممكن كمان يكون بعد 7 ايام،
سبع حاجات معينة، 7 ساعات، 7 أيام، في بشرة، في كلام. رقم 7 ده بيميز لك حاجة حلوة. بس كمان عايز أقولك إن أنت في حد متراهن معاه أو حد متراهن معاك على حاجة. العيون، العينين هم موجودين عندك، موجودين عندك في حياتك بشكل كبير جدا. بتحاول تحرر نفسك من ناس، وفي حد انت عمال تنصح فيه وتقول له خلي بالك اللي انت بتعمله ده غلط، خلي بالك انت ما ينفعش تعمل كده. برضو في دايرة مقفولة عليك، الدايرة اللي مقفولة عليك دي مفتاحها في ايدك بس انت مش عارف تستغله، وعشان كده قررت تمشي، قررت تهرب، قررت تخلع. لا، المفتاح في ايدك، دايرة المفتاح في ايدك. يعني لو انتوا عايزين حاجة معينة في حياتكم، ابسط حاجة لو انتوا شاكين في الشريك، ما ينفعش تروحوا تقولوا للشريك احنا شاكين فيك، ما ينفعش تبينوا احتياجاتكم، لا هاتوها بطريقة تانية. وعلشان كده انا بقول لكم المفتاح في ايدكم، ما تضيعوش المفتاح من ايدكم بسبب ان انتوا ممكن تكونوا انتوا مشكلتكم في غيرتكم، غيرين او يعني في الغيرة بتاعتكم، بتكونوا مش شايفين قدامكم، انتوا غيرتوا خلاص بتنفجروا. يعني لما بتحبوا قوي دايما غيرتكم بتكون سابقة حتى كلامكم، فيا ريت تخلوا بالكم من النقطة دي. الشريك بيحبك بس وراه تعابين، الشريك بيحبك بس وراه ست خبيثة، وراه ست عمالة تزن على ودانه. فما تبقوش انتوا والزمن على الشريك، يا ريت تهدوا اعصابكم شوية وتشوفوا كل حاجة بتدور حواليكم ازاي وبعيون مختلفة. برضو في حد واقف بيشد فيكم، لإما كوابيس مزعجة وبتصحوا مخنوقين، لإما في حد عندكم واقف بينكم وما بين حلمكم. الحد ده كبير في السن، يعني كبير عندك في السن، واقف كده ومتعلق بيكم، بيقول لكم لا ما تمشوش في الطريق ده. دايما بيجي لك شعور يعني من وقت للتاني ان انتوا مش عايزين تكملوا في حياتكم العاطفية، ان انتوا لا يعني خلاص انتوا بتقولوا ده هو ده الشريك المناسب، لا احنا نكمل. فجأة كده بتلاقوا نفسكم عايزين تختفوا، تقولوا لا احنا عايزين نبعد ونمشي. فرحة طال انتظارها، فرحة هتدمع ليها العين عندكم في بيتكم. نفسيتكم بدأت تتحسن الفترة دي، او هتتحسن بسبب ان هيبقى عندك تغيير حال، والهموم والمشاكل اللي على الفاضي وعلى المليان دول، اللي على الفاضية وعلى المليان عندك، هتبدأ مش هتنسحب منها طبعا وهتمشي لأ، بس هيبدأ يكون في تجديد، تعزيز، حاجة جديدة. انت دايما بتقول يا رب بشرني بالخير، يا رب انا فعلا تعبت بس خلاص. فانت الفترة دي حرفيا عايز تهرب من اي حاجة وخلاص، يعني انت عايز تشيل من دماغك عايزين تشيلوا من دماغكم فكرة الارتباط او فكرة الزواج. يعني خلاص من كتر ما دخلت في علاقات كتيرة جدا مش كويسة، فخلاص الفترة دي بدأت ان اي حاجة تعمل لك ورطة او اي حاجة تعمل لك مشكلة او اي حاجة تكون سبب رئيسي في زعلك، بعايز تمشي من غير ما تفكر او من غير ما تتكلم، بتقول لا انا همشي، انا مش هقعد، انا ايه اللي يخليني اقعد في علاقة هتتعبني؟ ربنا هينصرك في الوقت المناسب اللي انت هتكون خلاص نيتك صافية، فما تقلقش خالص. انت بدأت تعمل حاجات كتيرة، بدأت تتملك أكتر في حياتك. يعني لو كان الفترة اللي فاتت العقل هو المتملك فيك وهو اللي مسيطر، الفترة دي خلاص يعني خلاص يعني بدأت إن أنت تعمل حاجات كتيرة جدا. من كام يوم ممكن تو يعني من يعني أنتوا اللي يشوفكم مثلا إيه، يعني من كام يوم بالظبط كان في عندكم شوية نظافة،
مش نظافتكم انتوا شخصيا، لا نظافة في بيتكم، نظافة في تجديد في بيتكم، بتحاولوا تجددوا حاجة يعني، لا اما بتنظفوا، لا اما بعض منكم شال فرشة البيت وبينظف، وبعض منكم عايز يجدد، بعض منكم عايز يصلح، انتوا ناويين على حاجة تعملوها او بدأتوا تعملوها. من نصيبكم انتوا دايما بتحبوا الضحك والهزار، بس دايما بتتفهموا غلط مع ناس غلط. ليه؟ علشان انتوا اللي مورطين نفسكم في ناس ما تستاهلش يعني. انتوا حاولوا تطلعوا من اللي انتوا فيه بنفسكم، وما تستنوش حد الفترة دي يعاملكم بمزاجه، لا انتوا اللي تعاملوا كل الناس بمزاجكم. علاقة أبدية برضو عندكم في حياتكم هتكون حلوة. دايما اقول ان انتوا جوه قلبكم شوية زعل، رغم انه واثقين من نفسكم بس برضو في شوية زعل موجودين، مازال موجودين، بتبينوا ان انتوا كويسين وان انتوا حابين الحياة، بس برضو في شوية كلام خانقكم. قلبكم طيب قوي، ما يستاهلش كل اللي بيحصل فيه ده، بس اهدوا بقى شوية وحافظوا على كبريائكم. انتوا عندكم خط احمر كبريائكم، مفيش حد يجي على كبريائكم، مفيش حد يجي على مشاعركم يعني. ممكن تسمحوا لأي حد ان هو ايه يتكلم مش عارفة ايه، بس فعلا ما بتسمحوش ابدا لحد ان هو يلعب بالمشاعر، او ان هو يكون شخص كذاب منافق يعني. بدأتوا تغيروا، بدأتوا تعملوا حاجات كتير، بدأتوا تسعوا، بدأتوا تقفوا على ارض صلبة، عندكم وقوف وهتحمدوا ربنا. إيه كمان عندكم إيه حاجات متعلقة بيكم انتوا شخصية. فدايما اقول لكم ان الفترة دي حرفيا انت مش بتاخد راحتك في النوم، مش بتاخد راحتك اصلا في الحياة، حاسس انه في تأثير على جسمك، حاسس انه جسمك وجعك، جسمك كده حالتك، رغم ان حالتك النفسية بدأت تتحسن، وطبعا ده بعد خروج من الاكتئاب، خروج من الوحدة، خروج من العزلة، خروج من الطاقة اللي انت فيها يعني. برضو يعني انت مش هترتاح وانت ما هتكونش عملت حاجة في ماضيك، بالعكس انت تعبت في الماضي. فربنا بإذن الله هيكافحك وهيبعد عنك الاشخاص الحاقدين واللي مركزين قوي في حياتك. تغيير السكن ده 100% هيكون لصالحك الفترة دي. كمان بعض منكم عايز يشتري تليفون، البعض منكم عايز يروق على نفسه، بيقول خلاص انا نفسيتي تعبت. عايزين انتوا لو ما لقيتوش حد يعزمكم، انتوا ممكن تعزموا نفسكم، هتعزموا نفسكم على خروجه، على اكل، على حاجه حلوه باذن الله في حياتكم، وبرضه هتبشركم بالخير العاجل المتكامل عندكم.